يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال في سجنه: اللهم إني أسألك بإيمان أمي أن أخرج من هذا السجن. بإيمان أمه؟ نعم. هل عرفتم أنه ما يجوز للإنسان أن يسأل الله بعمل غيره؟ ما يسأل الله بعمل غيره أو صلاح غيره، إنما تسأل الله بصلاحك وبأعمالك، تتوسل إليه بأعمالك لا بأعمال غيرك، لأنه ليس لك فيها جهد ولا شيء. نعم.